السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخوات الطلبة، نكمل معاكم مسألة الهيت ترانسفير. مسألة 41 بتقول هير دراير is basically a duct in which a few layers of electric resistors are placed. المسألة بتتكلم عن الهير دراير اللي هو إيه، السشوار اللي بيستخدموه البنات في شعرهم. فدلوقتي إحنا هنوريكم فيديو كده لشكل السشوار ده. هو دلوقتي عامل السشوار ده كأنه هعمل له موديلنج بالشكل ده كده. دلوقتي ده شكل السشوار، اوكي. عندنا هنا مجموعه من الهيترز، هو بيمثلهم هنا بالهيتر ده هو، وعندنا كمان المروحه دي هي اللي بتسحب الهواء. الهواء بيجي من هنا يعدي على الهيترز فيسخن ويطلع الناحية التانية. طبعا الدكت دي كلها هو بيقول ان احنا ممكن نعتبر ان الهير دراير ده نعتبره دكت، وفي small fan pulls the air in and force it to follow over the resistors where it is heated. الفانة دي بتخلي الهواء يتحرك عشان يعدي من على الريزيستورز فيحصل له ايه، عملية تسخين. Air enters 1200 volt. بيقول لي الدراير الموجود اللي احنا بنستخدمه عندنا ده، الهيتنج ريزيستنس اللي احنا بنحطها عبارة عن 1200 ولت عند 100 كيلو باسكال. طبعا الدراير نفسه شغال على 100 كيلو باسكال، فهو شغال في الضغط الجوي يعني. فعندنا دراير زي ده، الهيتر هنا عبارة عن 1200 داخل طبعا هنا تي واحد قبل الدراير عند 22 درجة زي ما هو قال لي كده، ودرجة والضغط اللي شغال عليه 100 كيلو باسكال. بعد ما عدى على التسخين دي راح لـ T2 اللي هي عبارة عن 47. بيقول لي the cross section area of the hair dryer at the exit is 60 سنتيمتر. يبقى إذا الـ cross section area في الآخر هنا عبارة عن 60 سنتيمتر مربع. Neglecting the power consumed by the fan. بيقول لك مالكش دعوة بقى بالباور اللي بتاخدها الفان. And the heat losses through the walls. كمان الهواء هو معدي هنا بيحصل له فريكشن على الوول، فاحنا مالناش دعوة بالفريكشن ده. احسب لي بقى، يبقى انت معاك بس فقط الورك اللي موجود هنا، معاك التمبريتشر ان، معاك التمبريتشر اوت. فبيقول لي احسب لي الفوليوم فلو ريت اوف اير ات انلت. عايزين ايه؟ الفي دوت عند الانلت. فوليوم فلو ريت طبعا لو احنا ملاحظين هنلاقي ان الماس فلو ريت ده طبعا اللي بيعدي ده اير، والاير ده بتتغير الكثافه بتاعته بناء على البريشر والتمبريتشر. احنا البريشر عندنا ثابت هنا عباره عن 100 كيلو باسكال على كل البروسيس، بينما التمبريتشر بتبقى تي واحد اللي هي 22 بتتغير تروح لتي 2 اللي هي 47. فاحنا الكثافه بتاعتنا بتتغير، فبالتالي الفوليوم فلو ريت بيتغير. المفروض ان انا عندي الرو بتساوي الماس فلو ريت على الفوليوم فلو ريت، هي بتساوي الماس على الفوليوم، ونقدر نقول كمان ان هي بتساوي الفوليوم فلو ريت على الماس فلو ريت. طبعا الماس فلو ريت دايما ثابته ما بتتغيرش بالنسبه للاير، الماس فلو ريت والميه او اي حاجه تانيه ما بتتغيرش. فبالتالي لو اتغيرت الكثافة يتغير معاها مين؟ يتغير معاها الفوليوم فلو ريت. فبالتالي احنا لو عايزين نحسب الفوليوم فلو ريت لازم نحسب الكثافة. يبقى في فوليوم فلو ريت عند المدخل، وفي فوليوم فلو ريت عند المخرج. يبقى رو واحد لما تدوت على فوليوم واحد بي دوت واحد، ورو اتنين لما تدوت على بي دوت اتنين، وكمان عايز الفلوسيتي عند الاكزيت. نبدأ نحل المسألة. المسألة الجيفنز بتاعتي عندي الاريا temperature تي ان تي اوت، وعندي البريشر، وعندي كمان الورك عبارة عن 1200 ولت. الفايند انا محتاج الفوليوم فلو ريت بتاع واحد، ومحتاج السرعة عندي اتنين. طيب نطبق الفيرست لو. بيقول لي كيو دوت ناقص الورك بيساوي ام دوت سي بي دلتا تي. طيب احنا ما عندناش كيو، والورك عندنا
على السيستم يعني جوه السيستم، فهيبقى سالب مع سالب يبقى ألف ومتين. هنقول كام؟ بيساوي ام دوت سي بي في تلتا تي، يبقى الام دوت بتاعتي السي بي 1005 ده اير، ودلتا تي عندي 22 داخل 47 خارج، فبقت الام دوت عبارة عن ايه؟ 0.04767 كيلو جرام على. طبعا بعد ما جبنا الام دوت نقدر نقول زي ما قلنا الام دوت تساوي رو واحد في الفوليوم فلويد واحد. نقدر نجيب ساعتها لو احنا معانا الام دوت ومعانا رو واحد نقدر نجيب الفوليوم فلويد واحد. طبعا في نفس الوقت رو اتنين الفوليوم فلويد اتنين، احنا عارفين الفوليوم فلوريد ده بيساوي ال A في ال V. يبقى انا دلوقتي يبقى رو اتنين A اتنين V اتنين، وطبعا A واحد في واحد برضو مفيش مشكلة، بس احنا هو ايه طالب مننا في المطلوب التاني السرعة عند اتنين. فاحنا كده معانا لو احنا جبنا رو اتنين برضو ومعانا A اتنين نقدر نجيب V اتنين. طيب تعال نبدأ في الجزء الأولاني ده، نجيب الـ V دوت واحد اللي هو طالبه، أوكي؟ يبقى نعمل إيه أهو؟ نجيب الكثافة الأول، كثافة B على R T، الـ pressure إحنا قلنا الـ pressure معدي جوه الدراي كله اللي هو إيه؟ سيشوار ده حوالي 100 كيلو باسكال، والـ R 287، والـ temperature بقى عنده 1:22 زائد 273 يطلع لنا إيه؟ 1.1811 كيلو جرام متر مكعب، ده رو واحد، نقدر نقول بقى إيه؟ ان الفوليوم فلوريت واحد بتساوي المضوط على رو واحد. اخد المضوط اللي انا طلعتها دي اللي هي ثابتة واحد واتنين واقسمها على رو واحد تديني ايه 0.04 وهو ده مين الفوليوم فلوريت واحد. طيب نطبق القانون الناحية التانية، هنا عايزين نجيب الرو اتنين، الرو اتنين بي على ار ايه تي اتنين، فرقت معانا تي اتنين بس، والتي اتنين بسبعة واربعين. طبعا نتوقع الكثافة هتقل ولا تزيد؟ لا، الكثافة طبعا بتقل مع درجة الحرارة، كل ما أنا أزود درجة الحرارة الجزيئات تبعد عن بعض فالكثافة تقل، بالتالي 1.00834. بس ناخد بالنا كمان إن الكثافة في حدود 1.2 من 10، 1.3 من 10، 2.3 في الأوردر ده، إن ده هواء والهواء بتاعته تتراوح ما بين يعني ممكن مثلا 8 من 10 أو 7 من 10 لحد مثلا 5 أو 10 على حسب الرينج البريشر والتمبريتشر اللي هو بيشتغل فيه يعني، بس طبعا ما توصلش 50 أو 100. طيب احنا دلوقتي قلنا البي 2 فنقدر نعمل ايه بقى، قصدي الرو 2، فنقدر نقول نعوض الام دوت اهو، يبقى الفي 2 بيساوي ام دوت على رو 2 2، فالرو 2 معانا والـ 2 معانا نقدر نجيب الـ 2 تبقى 7.308 متر بير سكند، يعني دي قيمة يعني إيه برضه كبيرة نسبيا بالنسبة للفلو جوه المؤشر.